أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فاتح للسنة والجماعة، أسأل الله عز وجل أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إليه في ذلك الموقف العظيم. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم وفقنا للخيرات، اللهم اجعلنا من السعداء. نسأل المولى عز وجل أن يجنبنا وإياكم الهم والغم، وأن يجعلنا ممن يتلذذ بالطاعات والقرب من خالق السماوات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما هو العنوان أخواني وأخواتي، كيف نتخلص من الهم؟ الكثير يسأل كيف نتخلص من هذا الهم. هناك إشارة ليست مني بل من خلقنا وأوجدنا، إنه الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. إذن التخلص من الهم يكون بماذا؟ يكون أحبتي في الله بالإيمان، بالقرب من الرحمن، بتقديم الأعمال الطيبة المباركة. ما يأتينا هذا الهم ولا هذا الغم إلا بسبب ماذا؟ الإعراض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإعراض هو سبب كل هم وكل غم. ولو نلاحظ أخواني وأخواتي أن أكبر نوادي انتحار في أوروبا، ما السبب؟ تلاحظون الآن الشهوات موجودة، الطبيعة موجودة، كل أمور الشهوات متحاضرة بشكل قوي جدا. السبب البعد عن المولى عز وجل، كل شيء موجود كما يقول أخي الغالي فاني، إلا الدين. فعندما أضعوا هذا الأمر تجد نوادي انتحار، وأكبر نادي انتحار في هولندا عليها من الله ما تستحق. نسأل الله أن يهلك هؤلاء الفجرة الذين يحاولون الإساءة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن الحبيب بلا شك بأنه الله عز وجل حفظ حبيبه صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته، فلا يضر نبح هؤلاء الكلاب. فعندما نلاحظ بأن نوادي الانتحار عند هؤلاء أحبتي في الله، لا إله إلا الله، ما السبب؟ القضية بأن لا يوجد دين. فعندما ننتقل إلى ماذا؟ إلى المسلمون الآن، هناك منا من يقول أنا لدي هم، أنا مسلم، لكن ما طبقت الإسلام بالشكل الحقيقي. أنت مسلم، لكن ما طبقت هذا الإسلام كما ينبغي. الإسلام أحبتي في الله، عندما تكون قريبا من الله عز وجل، ضاقت بك الدنيا، تلتجئ إلى الله عز وجل. أتاك الهم، تلتجئ إلى الصلاة، أرحنا بها يا بلال. أما كان يقول هذا الكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أرحنا بها يا بلال. لا إله إلا الله. أتى الهم، تجد الراحة في الصلاة. أتاك هم، أن تذكر المولى عز وجل، فاذكروني أذكركم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه القلوب المريضة. القلوب، هناك قلوب أحبتي في الله تجد بأنها مريضة، وهناك مرض الشهوات والشبهات. أما مرض أحبتي في الله الشهوات فهذا الأمر يزول عندما يرتفع الإيمان، أما مرض الشبهات فهو أخطر، فعندما يدخل إلى القلب يسبب لنا هناك يعني أمر خطير من الهم، وخروجه صعب جدا، شبهة في الدين. ولكن الشهوات تزول أحبتي في الله. هذا الهم، هذا الغم، هذه الشهوات، هذه الأمور اقترب من المولى عز وجل وعندها تزول بإذن الله. تذكر هؤلاء الصحابة ماذا قدموا لهذا الدين. الهم ما يوجد عند أصحاب النبي إلا هم واحد، أتعلمون ما هو؟ هو النظر إلى المولى عز وجل. الجوع يتواجد، تجد حجرات، أموال فقراء ما عندهم أموال، ومع ذلك الحبيب يخرج من الجوع،
ويجد الصديق ويجد عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ما السبب بأن هؤلاء في سعادة؟ لأنهم اقتربوا من المولى عز وجل.